معايا ومنورني لاعب نادي الزمالك وحارس نادي الزمالك ولاعب دور مهم جدا في حياتي انا شخصيا الحقيقه، كابتن محمد عواد. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. ببارك لك النهارده على التكريم بقى، والنهارده ايه رايك في الحفله؟ طبعا انا بشكر طبعا على الاستضافه، وبشكر زميلي واخويا هواري طبعا على التكريم النهارده، وده حاجه كويسه يعني. التكريم شخصي بالنسبه لي، فاتمنى ان شاء الله يكون كل سنه فيه يعني باذن الله. اختيار النهارده الجمهور ليك عملاق وتصدي لضربات الجزاء، ادالك دفعه، ادالك ايه احساسك؟ اكيد طبعا، يعني دايما الجوائز الفرديه واختيارات الجمهور دايما بيكون يعني بتحمل واحد مسؤوليه كبيره، واتمنى يعني دايما كده اكون عند حسن ظن الجمهور واقدم لهم الافضل باذن الله في الفترات الجايه. عايزه اعرف بقى منك موقف كده، اغرب موقف حصل لك في مباراه. اكيد يعني الناس كلها عارفاه، واغرب لقطه ليا في ماتش الاسماعيلي، لما انا كنت بلعب في الاسماعيلي، يعني الكره صدتها بره 18. أيوة. ودي اغرب موقف ليا يعني في حياتي في الكوره يعني. ببارك لك على التكريم، دايما متالق ودايما معانا ودايما معايا طبعا. طبعا بشكرك طبعا على الاستضافه، وكنت سعيد ان انا كنت معاك النهارده، ودايما كده في نجاح باذن الله. نورتني. شكرا. شكرا.